مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا. يوم انقضى، هذه أهم أحداثه. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية. في ختام جولة بالإسكندرية والبحيرة، رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في المشروعات الزراعية والحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي. ودخول اليوم 100 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحصيلة الشهداء تقترب من 24,000 شهيد. تفاصيل أحداث 24 ساعة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية، مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين تناول جهود تطوير منشأة التعليم العالي في مصر وسير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق، بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه، مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية، مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلا عن ربط المزارات الأثرية والسياحية في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات. وخلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أكد رئيس الوزراء أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس أولويات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان. لمتابعة مشروعات القطاع الزراعي من حيث توسيع الرقعة الزراعية والاستثمار فيها أو تنمية الثروة الحيوانية، قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، بدأها بمشروعات للإنتاج الحيواني في العامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث زار مركز التلقيح الاصطناعي المطور، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع لزيادة الإنتاج وفقا لأحدث التقنيات العالمية المستحدثة في هذا المجال، مؤكدا أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس أولويات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان. الطفرة الحقيقية والاستدامة لنمو الاقتصاد المصري هتتحقق من القطاعات الأساسية: الصناعة، الزراعة، الاتصالات، مجموعة كبيرة جدا من الصناعات اللي احنا النهاردة مركزين عليها. أهم شيء النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، احنا يمكن في الزيارة بدأنا بمركز التلقيح الاصطناعي، والهدف منه شيء مهم جدا، ان احنا ازاي بنطور السلالات الثروة الحيوانية اللي عندنا. مصر طول عمرها مشهورة
بنوع الجاموس او البقر المصري، وده كان ليه قدرة معينة في انتاج اللبن واللحوم. في انواع كتيرة جدا ابتدينا نستوردها، وبدأت انها بنلاقي انها بتنتج لحوم والبان اضعاف مضاعفة للمنتج للاصل المصري او الراس المصرية. عشان كده يمكن المركز اللي احنا شفناه هو مركز تلقيح اصطناعي، علشان ازاي ان احنا نستولد هذه الرؤوس الاجنبية من خلال اسس علمية على اعلى مستوى في العالم، وبنقدر ان احنا من خلال المركز ده نتيح فعلا ما يطلق عليه الاسس او السل اللي هو نقدر منه ان احنا نولد لرؤوس ماشية محسنة من خلال السلالات المصرية، او ان احنا نستمر في استدامة السلالة الأجنبية. ومن العامرية بالإسكندرية إلى النبارية بمحافظة البحيرة، حيث تفقد الدكتور مدبولي إحدى المزارع للصناعات الغذائية، وشاهد جانبا من الزراعات في مرحلة الجمع وبعض مراحل الإنتاج وتقنيات رفع المياه والري بالأساليب الحديثة، مشيدا بجودة الإنتاج وتنوعه الذي يدعم احتياج السوق المحلية وتخصص نسبة كبيرة منه للتصدير. واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد محطة لإحدى الشركات المتخصصة في فرز وتعبئة البرتقال واليوسفي وتصديره بالنبرية. مشروعات تنموية في أحد القطاعات الرئيسية التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري، وهو القطاع الزراعي الذي يؤمن الغذاء ويدير تروس المصانع ويوفر فرص العمل ويجلب العملة الأجنبية من خلال التصدير. إيمان التوبي، النيل للأخبار. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة. يأتي ذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية الدامية على القطاع يومها 100، ومع حجم القتل والوضع الإنساني المتردي الذي أحدث صدمة في الرأي العام العالمي، تزداد دعوات لوقف إطلاق النار لكنها لم تلق آذانا صاغية من المحتل. 100 يوم لم ينل فيها الفلسطينيون قسطا من الراحة مع استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي بشكل متواصل على مدار اليوم، بل يعانون ويلات الجوع والعطش والمرض، ويفقد بعضهم بعضا، وينزحون من منازلهم تاركين تحتها أمتعتهم وأغراضهم وقبلها مفقوديهم وذكرياتهم. وخلال الساعات 24 الماضية استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال ومدفعياته لعدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 20 شخصا جراء تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع. كما شنت الطائرات سلسلة غارات على المنازل في منطقة معن شرق خان يونس. وأشارت المصادر إلى استشهاد 4 أشخاص في قصف استهدف منزلا بشارع النفق بمدينة غزة، بينما يبقى نحو 20 شخصا في عداد المفقودين. كذلك استشهد 3 أشخاص وأصيب عدد آخر في قصف لطائرات الاحتلال على منزل في منطقة السورحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما شهد شرق دير البلح والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة قصفا مكثفا. ولليوم الثاني يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت بسبب العدوان المتواصل، حيث وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية. هذا فضلا عن تعطيل جهود إنقاذ المواطنين الفلسطينيين وإسعافهم. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة، مما يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقمها في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23,843 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 60,000 جريح وآلاف المفقودين. وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الواقعة شمال الضفة ومخيمها، ورافقتها آليات عسكرية وجرافات، وتمت مداهمة عدة أحياء في المدينة. وقد اندلعت مواجهات عنيفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومية وأوقفت سيارة إسعاف وفتشتها، وكذلك حصرت محيط مستشفى الأمل.
في سياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجالمة شمال شرق جنين وسيارت آلياتها في أحياء وشوارع القرية في خطوة استفزازية، فيما كثفت من تواجدها في محيط عدد من القرى والبلدات. وفي جنوب الضفة أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حسان غرب بيت لحم. قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل الدولية وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. ووزارة الخارجية أعلنت في بيان لها أن تمادي إسرائيل في حربها المدمر على الشعب الفلسطيني هو دليل على عدم احترامها جميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، هذا إضافة إلى السماح للنازحين بالعودة لشمال القطاع. على جانب آخر، أدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، كذلك جريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت لاستشهاد شاب فلسطيني في بلدة زيتة شمال طولكرم. ثمن محافظ شمال سيناء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة الدورة الليبية في تقديم المساعدات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين. جاء ذلك خلال استقباله وفد جمعية الهلال الأحمر الليبي. وأوضح المحافظ أن المساعدات تصل للمحافظة عبر ثلاث مسارات، إما على متن شاحنات تمر عبر الطريق البري، أو على متن سفن عبر ميناء العريش البحري، أو عبر طائرات تصل مطار العريش الدولي. هذا وقام محافظ شمال سيناء يرافقه الوفد الليبي بتفقد سيارات الإسعاف، واستمع إلى شرح من الوفد حول كيفية عمل تلك السيارات والأجهزة الحديثة التي تحتوي عليها. من جانبه أشار رئيس القافلة الدكتور محمد الحداد إلى أن جمعية الهلال الأحمر الليبية قدمت 11 سيارة إسعاف مجهزة لصالح قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن ليبيا قدمت 1300 طن من المساعدات المتنوعة عن طريق البر و45 طنا على متن طائرتين وصلتا مطار العريش الدولي. هددت حركة الحوثي برد قوي وفعال بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة في اليمن الليلة الماضية، مما أدى إلى تفاقم التوتر في الوقت الذي تعهدت فيه واشنطن بحماية حركة الملاحة من هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران. استهدفت ضربة جديدة موقعا عسكريا في الحديدة في غرب اليمن، كان قد أطلق منه الحوثيون صاروخا باتجاه البحر الأحمر وفق ما أفاد به مصدران في صفوف الحوثي، وذلك عقب ضربة أمريكية على قاعدة في صنعاء. تأتي هذه الضربات غداة شن القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الغارات على مواقع عسكرية عديدة تابعة للحوثيين ردا على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. جاء ذلك بعد ساعات من شن الجيش الأمريكي غارة على قاعدة عسكرية في العاصمة صنعاء ضد موقع رادار في قاعدة الدلم الجوية شمال العاصمة. وفي شمال صنعاء فرض الحوثيون إجراءات أمنية مشددة حول قاعدة الدلم، وقد أغلقت المنطقة المحيطة بها ولم يسمح بالدخول إليها إلا لسكان الذين لديهم تصاريح، وتحطم زجاج نوافذ المباني المجاورة للقاعدة، بينما نزح بعض السكان إلى مناطق يعتبرونها أكثر أمانا. في الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. من جانب أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، داعيا الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية وإلى وقف التصعيد. بينما أكد البيت الأبيض أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع إيران التي تقود محور المقاومة ويعتبر الحوثيون جزءا منه. كان المتحدث باسم الحوثيين قد أعلن في وقت سابق أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في القصف الأخير للولايات المتحدة على مواقع في اليمن. ووصف المتحدث باسم الحوثيين الضربات الأمريكية ومن بينها الأخيرة على قاعدة عسكرية بغير الفعالة في تقليص قدرات الجماعة على منع السفن المتوجهة لإسرائيل من المرور في البحر الأحمر أو الخليج العربي، كما تعهد برد قوي وفعال على هذه الضربات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وقد ذكرت أن قواتها المسلحة نفذت ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك بنظام كينجال صاروخي فرط الصوتي والطائرات المسيرة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. يوم جديد من يوميات الحرب الروسية الأوكرانية تتبادل فيه البيانات العسكرية بين الجانبين لتوضح حجم الخسائر التي تكبدها الآخر، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 21 طائرة أوكرانية بدون طيار ودمرت 8 صواريخ من طراز هيمارس خلال اليوم الماضي. وأشارت أن الطائرات الأوكرانية بدون طيار تم إسقاطها في مناطق خاركييف ولوغانسك ودونتسك وزاباروجية، كما قصفت القوات الروسية 107 وحدات مدفعية أوكرانية بالإضافة إلى 131 منطقة تجمع للجنود أو المعدات التابعة للجيش الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية. وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة نفذت هجوما واسع النطاق استهدف منشآت عسكرية أوكرانية لإنتاج قذائف المدفعية والبارود والطائرات بدون طيار باستخدام أسلحة هجومية دقيقة بعيدة المدى تطلق من مدافع بحرية أو من الجو، وتم إصابة جميع الأهداف بنجاح. وفيما يخص تطورات البرية، فقد خسر الجيش الأوكراني أكثر من 110 جنود في اتجاه جنوب دونتسك خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 3 سيارات عسكرية ومدفع هاوتزر. وفي اتجاه دونتسك فقد الجيش الأوكراني ما يقرب من 320 جنديا وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين ونظام صاروخي مضاد للطائرات. وفي اتجاه زاباروجية أشار البيان إلى أن الخسائر الأوكرانية تبلغت نحو 50 جنديا في اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 4 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز D-30 ومنظومة مضادة للصواريخ أمريكية الصنع. على الجانب الآخر، كان سلاح الجو الأوكراني قد أكد أنه سجل إطلاق 40 وسيلة هجوم جوي روسي، مشيرا إلى أنه دمر 8 صواريخ. وقال سلاح الجو الأوكراني إن أكثر من 20 مقذوفة فشلت في بلوغ أهدافها بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الإلكترونية، إما أنها سقطت في الحقول أو انفجرت في الهواء أو طالتها وسائل الحرب الإلكترونية. ولم تعلن السلطات الأوكرانية بعد عن سقوط قتلى، في حين قالت النيابة العامة إن هجوما صاروخيا في منطقة سومي شمال شرق البلاد أدى إلى إصابة مدني وألحق أضرارا ب26 مبنى. شددت الصين على أن إعادة التوحيد مع تايوان حتمية، وذلك عقب انتخاب المرشح لي تشينغ تي المنتمي لحزب مؤيد للاستقلال رئيسا للجزيرة. في المقابل تعهد الفائز في الانتخابات الرئاسية التايوانية لاي تشينغ بالدفاع عن الجزيرة في مواجهة ما اسمه الترهيب الصيني. وأوضح تشينغ في كلمة أمام أنصاره أنه مصمم على حماية تايوان من بكين، لكنه مع ذلك قال إنه يرغب في الحفاظ على السلام والاستقرار بمضيق تايوان ومواصلة المبادلات والتعاون مع الصين. أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أن هناك تكليفا رئاسيا لإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي. وخلال المؤتمر السنوي للجمعية الضرائب المصرية أشار معيط إلى إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 24-25 لتحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية في الجمهورية الجديدة، منوها إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. في إطار زيارتها إلى الولايات المتحدة، اتفقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي. التقت رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة
فيما يتعلق بالشراكات بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الاستراتيجية 23-27 الذي أطلق خلال العام الماضي، كذلك دور مجموعة البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وقالت المشاط إنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرات الفنية لتنفيذ المبادرات المستهدفة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي أن تلقى معارض أهلا رمضان منتصف شهر فبراير المقبل واستمراره لمدة شهر، وخلال لقائه المنتجين والتجار والموزعين ومسؤولي السلاسل التجارية، أعلن المصلحي إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك في المعارض بالتعاون مع المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بهدف زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 23-24 على الموقع الإلكتروني اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الخميس الموافق 22 من فبراير المقبل. وأضافت الوزارة أنه على الطلاب تسليم الاستمارات للمدارس بداية من الأحد الموافق 11 من فبراير، وأن آخر موعد لتسليم الاستمارات إلى المدارس هو الخميس الموافق 29 من فبراير، مشيرة إلى أنه لا يسمح بقبول أي استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة. إذن الطقس معتدل مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة في ساعة الليل. متعكم الله بكل الصحة والعافية. انتهت أحداث الليلة، في أمان الله.